السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بو حبابنا الناس اللي تبعوا فينا، السلام عليكم ورحمة الله. بو خوتنا العصفور اللي كان في الكاجة هادي نحيته، طفل خويا مديته الفرخ تاعو، والكاجة هادي ديزانفيكتيتها بالجافيل، غسلتها وحطيت فيها العصفور المريض. ها هو خوتنا العصفور المريض، ها وشوف ما شاء الله در كيما عاد العصفور، نحيت له الدواء. هاي نحيت له الدواء دركا، درك نعطيه الماء. وشنو هو كاينه حاجه خلافوسيه، كي تنحي له الماء كي تنحي له الدواء تقدر تو سوي تعطيه الماء بالتشوم والقارص والعسل، مليحه باش تقوي له المناعه تاعو نهار برك. ومن بعد لازم تصفيوا له شويه المعده تاعو بالدواء. هاك تشوفوا في العصفور خاوتنا، ها والحمد لله العصفور وخرج من المحنه تاعو. وعلاش قلت لكم كاجا شويه مويا؟ شوفوا الكاجا هذه خاوتنا، كاجا هذه صغيره تلقى البوراس لداخل لهنايا، تسمى فرخته فولير ما يعرفش لا كاجا وين يسبوزيسيوني، مش كيما في الفولير مش في كاجا. وشنو هو كيدير له كاجا مويا؟ شوف عنده وين يروح ياكل، شغل ما تلقاش البوراس في الواحد تصاب، لا وتصاب ما تلقاش فيه البوراس، شغل كاجا مويا مليحه. والغورج بلونش حطيتو مع فمال الفوق، ولي نوت راني سيباريتو، بغيت نسيباريه شي واحد سمانه ولا قداه، او نشوف فيه ليا مات هادي وطح عليها بالغنى. هادي طيح الجنحيه ويغني، هادي كيما يقولك علامات الجهوزيه تاع لي نوت، كي طيح جنحيه ويبدا يغني وشغله كيما يقولك عادي باغي كوبلي. فوالا خوتنا، هاو العصفور قدامكم الحمد لله. انا هتشوفكم من البدايه للاخر، هاك تشوفوا في العصفور، هاو رجع سبورتيف، هاو ياكل، هاو واش خاصو؟ خاصو كيما يقول لك يدوش مليح برك، تسمى دا يدوش براسو. واش هو ماركيت في راسو شويه ينقص الريش، من نعرف على ما برطو، ماهوش صيد جديد هذايا محمر في لاكاج. المهم ان النتيجه هاو الفرخ، هذا هي الصح. ودركا خوتنا بغيت نبارطاجي وسي معاكم، انا دركا باغي نفيريفي الفراخ تاعي، كل الماكله اللي كلاو واش كلاو، الخماج الداخل الكرياج بار اكزومبل نيتوايتي، لما باغيش نيتواي اليوم هاو واش دير، نيتواي غير الكرياج برك وتشوف تفيريفي الماء، تفيريفي الماكله الماء. وهادي هي، هذا هو كيما يقول لك كل نهار وكيف ماشي. وهذه الفماله درك راني حطيتها وحدها، راني نشوف فيها الله يبارك، هزت روحها كيما يقولك، دارت لاغريس تاع لاكوبلومون، ماشي لاغريس كيما يقولك لاغريس، هذه لاغريس تاع لاكوبلومون، شغل صدرها بيان، نشوف فيها ما شاء الله. هاك تشوفوا فيها خوتنا كيف ماشي، هادي كون نشوف لي نوطي عادي هبط جنحيه مليح نسيها ونعاتها لكم ان شاء الله. وانا لي كناري خوتنا واش راح نقول لكم، هي كل بلاد كل كيما يقول لك بلاد على الجو اللي عايش فيها بنادم. بار اكزومبل بلاد سخونه كي تكوبلي تنجح لك، ما تريسكيش حوايج بزاف، تسمى الفماله تحضر لك البيض، كي يخرجوا لك تروح للفماله توكل باه تاكل باه توكلهم، مش كيما بلاصه بارده. واحد كيكوبلي في بلاصه بارده تقدر الفماله تكوبلي لك تخرج لك، بصح كاينه حاجه الفماله كي تروح تاكل قادر الصغار هذم كيجمدوا على هذه خوتنا. انا ما نقدرش درك نحكي فريمون على كيف ماش تكوبلي وكيف ما تكوبليش، خطر ماش البلاصه اللي عايش فيها بارده بزاف. ولا خوتنا هاو ياكل في التمر، هاو هذا تمر تاع الجزائر، هاو لازم باهي كشعر، انا عجبني تمر تاع الجزائر مليح، ونمدو ساعه ساعه العصافير هاهم ياكلو. المهم هذا المريض عطيتو وحده من نعرف باغي ياكل ولا ما ياكلهاش، هاهي تمر مليح خاوتنا، كي تخرج الفرخ من مرحله المرض تقدر تمدلو تمر حاجه مليحه. هاو لي نوط هذا خوتنا، تشوفوا كيما يطلق جنحيه، تقول داندون هذا، هذا هو فما نشتيه لي نوط، يعني يطلق جنحيه ما شاء الله.
والف على الفماله تاعو ولفتو غير بالكناريه. ها هو هيا ترى نخليه يومين ثلاثة ايام والف صح على الكاجة. كما يقول لك يدير سيكيريتي في الكاجة يحطها دار ويرجع كيما بكري. ونسيه ترى الكناريه وندير الكاميرا ونشوف لكان يغني كاجا كاجا عليها شغل. لكن لقيت هذه النتيجه نديرها بالكاميرا بلا ما يحس بلا ما يمرق بيا. لكن لقيتها خاوتنا والله نسيي نكوبليه لي نوت سما معليش كي ريسكي بيه. وها هاد الموسيا مقصرين ها ها وشافني حشم اروح ياكل برك. وهاد الموسي مزال عليهم الوقت خاوتنا باه نكوبليهم. هادي دوشت شويه هاك تشوفوا فيها ها هاي تاكل فتش مر خاوتنا ان شاء الله. بصح يغلب هذا قبيح بزاف. درك موسي نشونجي لهم الماء نشونجي لهم الماكله. الميتاسيون عندهم عناية سبيسيال لازم ديما تشونجي الماء لازم تفيريفي وسيها. هاو طاح عليه مدى الفلفل يطيح فوق البوراز يجي ياكل ويمرض. لازم حوايج كيما هاك ما تغفلش عليها تخو سونسيبل كيما يقول لك ليميتاسيون. لي ما يعرف لهمش قادر يشري حاجة تموت له مون با في شهر. وشنو هو مش حاجة يعني تكنيك بركة شغل نظافة تشونجي الماء تعطيهم الكاجة المناسبة ليهم. تسمى ميتاسيون غروند تاي ماهيمش كيما البارفا بيتشي تاي تحطو في كاجة. هذا لازم له دينرجي تسمى كيما نقولو جاج فرونسيس كي يريح بزاف في كاجة صغيرة يعود ما يقدرش خلاه يطير يعود تعبان. بصح كي تحطو في كاجة كبيرة يخدم شوي لي ميسكل تاعو والماكلة اللي ياكلها هاديك شغل لا كونسوماسيون تاعو يخرجها في الطيران. وهذه هي هاك شوفو حنا ونتعلمو سي خوتنا. وان شاء الله ربي يزيدنا ان شاء الله علما من عند الناس ولا من عند نتعلموها وحدنا ولا مهم. حنا هذا هو البليزير تاعنا نحبوا الفراخ نشي ونبارطاجيو حوايج مع الناس نعتو لهم. وهذه هي الدنيا. واللي باغي يبقى وحده معلم هو اللي يعرف ربي سهل عليه. هذه خوتنا ان شاء الله الناس كل اللي عرفتها والمجموعة راني فخوشمون نسلم عليهم وكل ما شاء الله ربي يكوبلي وكل عبدي تهلق لهم قانو تاعو ولي ما كوبلاش ما عليهش يزيد يجتهد برك. و هذا هو بليزير هي البليزير تاع الناس كل لا بليبار الناس اللي في يوتيوب والناس اللي مساكن اللي يتبعوا هو الهدف تاعهم وكل يكوبليو. انا نقول لكم لا ما كوبليتيش في العام الاول تقدر تكوبلي في العام الدوزيام ما تيأسش تي الحاجة تحبها. نورمالمون واحد حاجة كيحبها ما ييأسش. والبليزير هاو قدامك يكون اون بون سونتي يعود يغني. ولا كوبلو مو خاوتنا واش راح نقولكم هي المريحة تبدا بالكناري. تشوف الكناري كيما هي وكل ومن بعد تبدا دير لي ميلي ومن لي ميلي تروح للشاردون. وكاين لي جامي كوبلا في حياته ويكوبلي في الشاردون نورمال لا بروميير فوا. اي واش راح نقول لكم هذا من القانون عبالك حماشة دي فوا تلقى واحد مقنين سوا في فرنسا سوا في الهند سوا تلقاه توت سويت داسر يغني توت سويت يغني تلقاه هايج يوالف عليك توت سويت كيما نقولو دي كاركتير. كاين دي شاردون ما يوالفش عليك توت سويت عندو كاركتير فريمون تاع حريه كيما نقولو. وكاين شاردون مسكين تجيبو شهر يوالف عليك نورمال. هاو بدا يغني هذايا هاو نجيب هيا غني شويه انت يسمع والله ما يغني حتى لي نوط هاديك الضربات اسمع غنيلو شويه نجيب. خاوتنا هاي الغناء تاعي انا كيما نعلم بها المقنين نسمع دوك سفارة اسمع كيما نجبدوها
اسمع في ضربتش كناري هكذا دوك نزيد نجبده واسمع ندير له وحدة تاكوب لي تسالمو فوالا خاوتنا درنا شوية هبال كلا شهر غنا هدايا هاو الميد هاو كيما يقولك لي نوط هاك تشوف فيه نسيباري واحد السمانة ترا ونشوفو ترا كيف ماشي هاو بحداها هاو بحداها علوش هدايا هاك تشوف فيه هاك شوفو بطاخ هذا كي كان صغير كنت ديما نغني له فمي كيما هاك دي فوا شغل نبروفوكي غير فمي واش راح نقولكم هاي تا الصيادة واحد في عدى عليك مقنين شغل في السما بو ما خلاليش الدالة هذا معاه بو خوتنا واش راح نقول لكم هاو العصفور ان شاء الله شتيو الريزلت معايا هاو العصفور خرجناه وان شاء الله نتوما سي ديروها وتنعتوا للناس حنا الهدف تاعنا الهدف تاعنا هو وشي الهدف على ما اظن الناس تنعت للناس ما نحوسوش على حاجه اخرى ولا خوتنا هذا هو الهدف تاع خوكم غاني سلم على الناس كل وان شاء الله هاكم شتيو شويه اللي نوطاو تعجبني غير كي طيح جنحي انا كون جات بحدا الفماله كناري طيحها ها خوتنا ما يغنيش خي كيما لي نوط تاع برا هذا ما مربيتو كناريه آخر الكلام خوتنا بقاو على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.